وهكذا الشهوة، الشهوة محرقة. شفت الناس هذوما اللي يطلقون العنان لنفسهم، يعني ميهموش يشوف وش يحب هو، ويتكلم مع من شاء، ويدير علاقة مع من شاء، ويضع شهوته أينما شاء، يعني ما عندوش حدود، نهايته في الانفجار. نهايته يجيك يقولك يا شيخ أنا والله عندي مشكلة، كاين امرأة وكذا بالحمل والحرام وكذا، وش ندير؟ خلاص تفرد كاش كفاح، أو أنه ينفجر والعياذ بالله يموت وهو على تلك الحال. وهذه هي مصيبة كبيرة. الشهوة العظمى المفسدة هي شهوة الفرج، وهي أكثر الشهوات ذكرا في القرآن، وهي الشهوة اللي نسميها احنا شهوة انفجارية. وش معناتها شهوة انفجارية؟ معناتها يعني إذا كان الإنسان تأتيه شهوته سينفجر فيرتكب الفاحشة من دون أن يتوقف. ولذلك ربي جعلها ماذا؟ جعلها الوقاية، غض البصر، النهي عن الخلوة، النهي عن سفر المرأة في من غير محرم، جعلها وقاية لأنها انفجارية. لكان وصلت الإنسان خلاص ما حش يقدر يشد. ولذلك يوسف عليه السلام ماذا قال؟ وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. يوسف عليه السلام قال أنا رجل، يعني وهذا نساء، وأنا رجل، يعني لو كان ربي ما يثبتنيش سأدخل في فاحشة والله يغضب عليها. ولذلك لجأ إلى الله عز وجل، لأن المسألة مسألة انفجارية، يعني بين لحظة وخطها يلقى الإنسان روحه دار مشكلة. شهوة الفرج وقائعها كلها فساد وإبعاد عن الله عز وجل، بل هي مسلبة لكمال الإيمان في الإنسان إلى درجة الاضمحلال. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وكأن الإيمان رفع منه، ماهوش كافر ولكن كأن الإيمان رفع منه. علاه؟ لأنه في ذلك اللحظة الإنسان لما يكون إنسان يرتكب الفساد في الفاحشة، والآن الشهوة عماته، وكان هذاك الإنسان تقوله الله عليم ماهوش يستحضر بأن الله عليم، ألم يعلم بأن الله يرى ماهوش مستحضر بأن الله يرى، الله سميع ماهوش مستحضر بأن الله سميع، الله بصير ماهوش يستحضر بأن. الآن هذه كل الصفات نتاع ربي كامل عطلهم الإنسان لأن الشهوة غطاته. ولذلك لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا زنى المرء ارتفع عنه الإيمان فكان كالحلة، الإيمان يطلع فوق رأسه هكذا يخرج منه، فكان كالحلة، فإن عاد عاد وإن ولا ولا، يعني إذا كان عاود تاب ربي ورجع كذا الإيمان يعاود يولي له، والحمد لله أن الله يتوب على من تاب. وإذا كان ما رجعش وكمل زاد مراها 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 مراها، الإيمان يقول هذا ما عندي ما نقعد ندير عنده أنا هذا، سمع خلاص هذا خلاص راح بعيد. نسأل الله يتوب على إخواننا جميعا يا رب. أي واحد فينا يضع شهوته في مكانها ويروح شاب صغير يطبطب في الباب السلام عليكم جيت نخطب البنت نتاعكم في الحلال، يعطول البنت يروح يضع شهوته في الحلال، ثم بعد ذلك يخرج من هذه الشهوة ذرية، ويولي الإنسان هذاك الإنسان اللي كان يسهر ولا ما يسهرش، ومن بعد هذاك الانسان ما كانش يخدم ولا يخدم الصباح العشيه، اروح نروح نحوسو كيما بكري كيما كنت عازم، لا ما نقدرش. علاه؟ انا عندي ولاد، عندي غدوه الطفل نديه يدير الفاكسا، غدوه ندير نديه يدير، يقولوا بعد شغالات احنا نديه للطبيب، وراح ندير للمراه هيكا، وراني مشغول مع الاهل وراني كذا، وراح نخدم راني خدام، وكان يخرجوني من الخدمه انا الاولاد شكون يوكلهم؟ تولي انت الان هذيك الشهوه الاولى كامله تاعك هي اللي خلاتك بعد ذلك تنضبط في حياتك وتولي خدام وسيريو كما نقولوا احنا. منين؟ الوقود. هذاك الوقود وضع في مكانه وجاب لنا الذريه ولا خرج لنا الانسان ما شاء الله حياه، ولات اسره كامله طيبه فيها الذكور والاناث والاب والام ومملوءه بالحنان وكذا، هي مجرد شهوه هي اللي خلات الانسان يكون هذيك. لو كان ما عندك شهوه ما تزوج انت. وشهوتك هي الان شوف تحطت بنزين حركاتك. بصح لو كان الان انت تروح لمحطه البنزين تدي سيارتك وتقول له هاك قيس 100,000 وتحكم هذاك البيستولي هذاك وما تحطش في الريزرفوار ما تحطهاش في تما وتعمر كامل السياره فوق الطابلو دبور برا الداخل في الكراسه تعمرها كاع بليسونس، ومن بعدها واش دير؟ كي تضرب المفتاح واش يصرى؟ انفجار، تحترق بك بسيارتك. ولهذا الانسان اذا كان مشى في طريق الشهوات راح يروح في طريق غي، نسال الله السلامه والعافيه. إذن هذه الشهوة تصد عن سبيل الله، لا تجتمع شهوة مع ذكر الله أبدا،
لازم يغلب واحد فيهم الآخر. يعني ما تقدرش تشوف إنسان عايش غارق في الشهوات وهو يصلي، غارق في الشهوات وهو يقعد يذكر الله في ذلك، ما يقدرش. يعني تقدر هذه تصطدم في الإنسان مرحلة معينة، مرحلة معينة، بصح لازم من بعد واحد فيهم يغلب الآخر.